ولمناقشة التظاهرات في جنوب العراق والتعامل الأجهزة الأمنية معهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري والأمني العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. يعني كما تابعتم في الأخبار، المواطنون خرجوا سلميين للمطالبة بأبسط حقوقهم، لكن السؤال المطروح هنا سيادة العقيد، كيف تابعتم تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين؟ نعم، مساء الخير لك ومشاهدي قناة الرافدين. حقيقة هذه التظاهرات التي اندلعت خلال هذه الفترة ليس كما يطلق عليها من قبل بعض الذين تصدروا المشهد العراقي في هذه الفترة بأنها ثورة جياع وما إلى ذلك، أو بأنه ما تحاول أن تروجه الحكومة بأن هناك مندسين وما إلى ذلك من أمور، وبالتالي إلقاء التهم على الآخرين، على البعثية أو على تنظيم الدولة وما إلى ذلك. هذه الثورة أو الانتفاضة التي خرجت في جنوب العراق هي على واقع فاسد يعاني منه العراقيين منذ أكثر من 15 عام، وبالتالي الجميع الذين اشتركوا في الحكومات السابقة هم جزء من عملية الفساد الموجودة في هذه الدولة، تتحملها المرجعيات وتتحملها الحكومات المتعاقبة. قبل أيام احتفلت حكومة بغداد بمضي سنة على استرجاع مدينة الموصل التي كانت هي تقريبا آخر معاقل تنظيم الدولة في العراق. يقول لنا العبادي ماذا عملت حكومته منذ عام إلى اليوم، سواء كانت لمدينة الموصل أو لبقية المحافظات. خدمات لا يوجد، عطالة وبطالة في الشباب بكثرة، سواء كانت في الجنوب أو في الشمال أو في الوسط. نقص في الخدمات بشكل كبير جدا، لا ماء لا كهرباء لا فرص عمل، وبالتالي حتى الانتخابات التي كان يعول عليها الشعب لتغيير الواقع زبرت هذه الانتخابات، وأصبحت يتكلم بها القاصي والداني على هذه المادة التي جرت منذ أيام. ماذا تفعل الناس بعد كل هذا الكبت الموجود؟ لابد لهم أن يخرجوا ويعبروا على أنهم غير راضين عن هذا الواقع الذي فرضته عليه الأجهزة الخارجية، سواء كانت إيران أو سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت بهؤلاء النصوص والسراق وجعلتهم على سدة الحكم في العراق. وبالتالي الأجهزة الحكومية وما تحاول أن تتعامل به مع المتظاهرين، هذه الأجهزة بنيت على أساس طائفي منذ البداية وشكلت من قبل الميليشيات، وبالتالي تحاول الآن أن تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين، لأنه جيوش في كل بلدان العالم تعمل على حماية المواطنين وتعمل على حماية البلد. أما أن تكون عصا بيد السلطة لكي تستخدم العنف والقوة، هذا غير مقبول ولا تقره الشرائع ولا القوانين الدولية. سيادة العقيد، في هذا الإطار يعني يؤكد العبادي عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، لكن وثقت وكالات الأنباء العالمية قتل المتظاهرين، والصور قد كذبت حكومة العبادي وأنها قد استخدمت من خلال أجهزتها الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين، لكن هنا استخدام الرصاص على ماذا يدل سيادة العقيد؟ نعم، العبادي كثير من الأجهزة الموجودة سواء كانت للحشد أو غير الحشد لا تأتمر بأمرة العبادي، والدليل على عندما خرج قسم من قيادات الحشد قبل أيام وقالوا بأننا سنذهب للقتال في اليمن. هؤلاء الآن هم من يتصدرون المشهد، وهؤلاء هم من يقومون بإدارة كثير من الملفات الموجودة. كثير من الذين سقطوا شهداء قبل أيام وفي هذه الأيام سقطوا أمام مقرات الأحزاب وأمام مقرات الميليشيات. أنا أعتقد بأنه العبادي لا يسيطر على جميع القوات التي موجودة في الأجهزة الأمنية، سواء كانت في الشرطة أو سواء كانت في الجيش أو في الحشد الشعبي. كثير من هذه القوات تأتمر بأمرة العبادي، وبالتالي هي تنفذ ما يطلب من عندها من قبل قادة الميليشيات وما إلى ذلك. طيب سيادة العقيد، المتظاهرون لا قيادة لديهم، لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي أو حزبي، هل تعتقد أنهم سينجحون في مسعاهم؟ نعم، أنا أعتقد ليست لديهم خيارات. يعني الناس عندما خرجت خلال هذه الفترة، أولا هذه المظاهرات لم تكن في المدن الرئيسية بداية، وإنما هذه المظاهرات التي خرجت كانت من خارج المدن، أي من القرى والأرياف، وبالتالي اندلعت بعد ذلك شرارة هذه الانتفاضة وهذه المظاهرات في المدن الكبيرة. إذن أنا أعتقد بأنه وصلت الناس إلى طرق مسدودة لا يمكن لها أن تسكت بعد اليوم، ورأينا حجم الفاجعة في البصرة والملح الذي تعاني منه الناس، بحيث عندما تفتح المياه تسقط أملاح يعني من الحنفية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك مشكلة كبيرة جدا من سوء الخدمات تعاني منها الناس،
ولن يسقط الناس الا بعد ان تحقق مطالبهم وان كان بالتدرج. انت تصور الحكومه لحد هذه اللحظه لم يخرج رئيس الحكومه بحوار متلفز مع هؤلاء الناس لكي يطمئنهم بانه سيقوم بعمليه اجراءات ويقوم بعمليه اصلاحات خلال هذه الفتره وسيقوم باعاده قسم من الخدمات، ويجب على الشعب ان يعطي فرصه للوقت للقيام بمثل هذه الاجراءات. لحد هذه اللحظه يجتمع بالاجهزه الامنيه، يجتمع بالشيوخ العشائر، ولا احد يجتمع بالناس السائره في الشارع. انا اعتقد بان هناك فجوه كبيره جدا. طيب. نعم. على ذكر اللقاءات، يعني العبادي خرج ولكنه التقى بقيادات أمنية وقام بترقيتهم، تعتقد سيادة العقيد أن موضوع الترقيات في هذا التوقيت هو استفزاز لمشاعر المتظاهرين؟ لا والله، أنا أعتقد بأن هذه المسألة هي قد تعود إلى جداول الترقية التي تكون في تموز وفي كانون، وهذا ما ضرب عليه الجيش منذ سابق الزمان، يعني بأن تكون في شهر تموز ترقيات وفي شهر كانون الثاني. ولكن في هذه الفترة وإخراج مثل هذه اللقطات، أنا أعتقد بأن هناك استفزاز لمشاعر المواطنين، أو هناك دفع للأجهزة الأمنية بأنه الأمور تسير ويجب أن تنفذ منها تنفذ الاوامر التي تصدر من حكومه بغداد، سواء كانت هذه الاوامر باستخدام القوه او بغيره من الامور، وبالتالي يمكن ان تفسر تفسيرات اخرى. كان الاحرى بالعبادي بدل ان يلتقي ويخرج مثل هذه الصور ان يقوم بالخروج والتكلم مع الشعب مباشره، وان يهدئ الشعب وان يحاول تهدئه الشعب بالقيام باجراءات واصلاحات. يعني اذا كانت البصره تستحق هذه المخصصات التي تم تخصيصها 3 مليار، لماذا لم تخصص قبل هذه الفتره؟ لماذا الا خرج الشعب يلا بدا العباد يتخذ مثل هذه الاجراءات؟ هناك خلل كبير جدا في منظومه الحكم في العراق يتحملها رئيس الوزراء وتتحملها الوزراء الموجودين جميعا بلا استثناء. ثانيا، عندما ترتبط انت تربط الاقتصاد العراقي وكل الامور العراقيه بدوله واحده مثل ايران، وبالتالي تتحكم ايران بك، هذا التحكم هذا لا يجوز. كان يجب على البلد ان تكون لديه خيارات كثيره جدا، بحيث عندما يقطع من اتجاه معين هناك بديل لهذه الدوله، وهناك بديل بالنسبه للكهرباء ولامور اخرى. ولكن نرى بانه جميع الخيارات خيارات ضيقه، الحكومه حصرت نفسها في هذه الخيارات القليله، وبالتالي تتحمل النتيجه الان وما يجري في العراق. انا اعتقد بان هذه المظاهرات التي خرجت ستستمر الى ان تلبى مطالبها بشكل كامل، والا سيكون هناك كلام اخر بالنسبه للحكومه. يعني سياده العقيد، علاوي ومن بعده المالكي تصرفوا ضد المتظاهرين على مدى سنوات خلت، ووصفوهم بالمخربين والمندسين. تعتقد ان هذه التعليمات تاتي من الخارج لكي تصف المطالبه بالحقوق هي خراب ودمار للعراق؟ نعم، في السابق عندما خرجت المحافظات السنية قالوا بأن هذه المظاهرات أطلقوا عليها بعثية وأطلقوا عليها الإرهاب وجاءوا بتنظيم الدولة وسلموا قسم من المحافظات لكي توسم هذه المحافظات بالإرهاب وبالتالي تم تدميرها. الآن عندما خرجت محافظات الجنوب، هل هم بعثية؟ هل هم تنظيم دولة؟ أنا أعتقد بأن هذه الإشاعات التي يحاولون أن يلبسونها لهذه المظاهرات هي لكي يتخذوا منها ذريعة لتبرير ما ستقوم به الأجهزة الأمنية أو ما تقوم به بعض الميليشيات من عمليات قتل للمتظاهرين ومن عمليات اعتقال. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه المظاهرات هي مظاهرات خرجت لسوء الأوضاع في العراق ومن تراكمات استمرت منذ الاحتلال وإلى اليوم. وبالتالي إذا كانت المناطق السنية أو المناطق الغربية والشمالية كانت غير مستقرة نتيجة وجود سواء الاحتلال او سواء بعد ذلك تنظيم الدوله، فانا اعتقد بان مناطق الجنوب امنه، وكان يجب ان تكون هناك استقرار ويكون هناك عمران ويكون هناك غيره من الامور. ولكن نرى بانه الحكومه تعاملت مع العراق على جميع محافظات العراق بشكل تام، سواء كانت مستقره او غير مستقره، بحيث وصلت الامور الى ما وصلت اليه الان. انا اعتقد بانه الحكومه امام استحقاقات كبيره جدا، علما ان هذه الحكومه قد انتهت وتعتبر حكومة تصريف أعمال. نعم. ولكن مع هذا كان هناك تقصير واضح طوال الفترة السابقة تتحمله جميع الجهات السياسية بما فيها الذين يحاولون أن يظهرون بمظهر الإصلاحي وما إلى ذلك الآن. من اسطنبول، الخبير العسكري والأمني العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.